بعد ما الدولار غلي وكل الاسعار بتاعت كل حاجه في الدنيا غليت، فجيت فكرت كده وقلت طب ما كمان اكل الكلاب والقطط غلي. ففي الفيديو ده هنعرف بالتقريب اسعار اكل الكلاب والقطط الدراي فود الناشف منه والوات فود اللي هو عامل زي الكنزات او عامل زي علب التونه بكام، وهنستعين بالويب سايت بتاع ايجي بوبي في الفيديو ده. فيلا بينا نبدا. عشان ما تضيعش وقتك في الفيديو ده هنبدا من اول الثانيه اللي احنا فيها دي لحد الدقيقه دي، هنتكلم عن الدراي فود بتاع الكلاب، وبعد كده في الدقيقه دي هنبدا نتكلم عن الدراي فود بتاع القطط، وفي الدقيقه دي هنتكلم على الويت فود او الكنزات بتاعت الكلاب واسعارها، وفي الدقيقه دي هنختم بالويت فود بتاع القطط. اوكي، هنبدا في الاول خالص بالميرا، اللبن بتاع الميرا بتاع الرضع الكلاب. ده انا كنت فاكر اخر مره انا اشتريته في اخر ولده ليا كان ب 300 جنيه، النهارده على الويب سايت بتاع ايجي بوبي ب 450 جنيه، زاد 150 جنيه، وطبعا ده رقم كبير جدا، زياده 150 جنيه من اصل 300، يعني زياده 50% من ثمن البرودكت. طبعا بالنسبه للحكومه في اي بلد في العالم ما بيحصل حاجه اقتصاديه كده، بالنسبه لها الحكومه الاكل الكلاب والقطط حاجه سلعه، حاجه اسمها سلعه استفزازيه، يعني مش سلعه رئيسيه ومش يعني حاجه سهله جدا ان احنا نضحي بالسلعه دي. فسهل جدا ان هو يقول لك لا انا هرفع الضرايب عليها 500%، ما مش هيزعله في حاجه. ممكن التجار اللي هنا اللي عندها بضاعه يقول لك لا انا هستنى على البضاعه دي لما اشوف اللي هعرف اجيب تاني ولا لا، ولا انا مش هعرف استورد المنتج ده تاني اصلا، يا اما يستورده بس تكون الاسعار اعلى بكتير جدا فيشوف هيبيع بكام. حاجه اخيره، الاسعار اللي انا هقولها دي غاليه جدا، لو انت مش قادر ان انت تجيب دراي فود ما تحسش ان انت اقل من اي حد بيربي كلاب او قطط. الاساس في تربية الكلاب والقطط ان انت تعمل الخلطة بتاعتك وتطبخ لكلبك، اذا كان هياكل، اذا كان رجول وروس، اذا كان اي حاجة، لو عندك شوية فول وعيش وبيض ولا اي حاجة ما عندك في البيت الكلب بياكلها، اذا كان شوية عظم، انت مش ناقصك حاجة وانت مش اقل من اي حد بيجيب اعلى حاجة في الليستة اللي هنقولها النهاردة. فبالفعل الاسعار اللي انا هقولها دي في منها مبالغ فيها، لو انت مش مقدورتك ان انت تجيب الدراي فود ده او اكل الكلاب ده انت مش ناقصك اي حاجة خالص. يلا بينا نبدأ. نبدأ بماركت برايم 20 كيلو ادلت ب 465 جنيه، ميرا اسانشل 12 كيلو ونص ب 1015، بونجيز 16 كيلو ادلت 595، قول 600 جنيه، فارمينا فان دوغ 20 كيلو 1075، فارمينا تيم بريدر 20 كيلو ب 1600 جنيه، جوزيرا فراخ 15 كيلو ب 1020 جنيه، فوكر فريش ميت 13 كيلو 1195 جنيه، بايتس 20 كيلو ب 465 جنيه، بيورينا برو بلان 14 كيلو 1600 جنيه، الفا 20 كيلو 535 جنيه، رويال ماكسي 15 كيلو 1555 جنيه، الفا بلس 20 كيلو ب 750 جنيه، بيوي سبورت 12 ونص كيلو ب 810 جنيه، بالكاندو 12 ونص كيلو ادلت باور ب 1020 جنيه، ان ان دي برايم فراخ مع رمان، انا عمري ما اكلت الفراخ مع الرمان اصلا، ب 2750 جنيه، كتير جدا جدا، كواليتي عالي جدا طبعا، ولكن رقم مبالغ فيه. ده كده كان اسعار الدراي فود بتاع الكلاب. اقول بس معلومه صغيره، ان لو انت بتطبخ لكلبك في البيت فالكلب ممكن ياكل كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، ممكن 3 كيلو في اليوم لو كلب كبير جدا، ولكن في الدراي فود الامر مختلف شويه، لان الدراي فود عباره عن بودره مكبوسه او طبخه مكبوسه درايد، يعني ناشفه ما فيهاش
بيبقى فيها 10% رطوبة، 8% رطوبة، حاجة كده. فالكلب بياكل الـ الأكل المجفف ده، وبعد كده بيشرب ميه فبينفش في بطنه. فالكلب مش بياكل كيلو واتنين كيلو دراي فود في اليوم، الكلب ممكن ياكل 250 جرام، 350 جرام، 400، نص كيلو لو الكلب كبير، ممكن 600 كيلو لو الكلب عملاق، 600 جرام لو الكلب عملاق، ولكن في العادي بيبقى في 300، يعني 350 300 380 جرام في اليوم، ممكن تتقسم على وجبتين او وجبة واحدة. اوكي، بالنسبة بقى للقطط، الدراي فود بتاع القطط بكام؟ الدراي فود عندنا ليوناردو بالبط 400 جرام ب 95 جنيه، بيورينا برو بلان كيلو ونص فراخ ب 355 جنيه، جوزيرا كاتلوكس 2 كيلو بالبط 315 جنيه، ليوناردو 2 كيلو بالسمك 355 جنيه، و فيرباك كيلو ونص للكلاب المعقمة أو متعقمة اللي هي عشان ما تخلفش يعني ب 345 جنيه. دولت بالنسبة للدراي فود بتاع القطط بأسعارها. في أنواع كتيرة جدا ناقصة في الكلاب والقطط، ما تفهمش هي مقفول عليها مخازنها ولا هي فعلا مش موجودة. بالنسبة للكنزات بتاعت الكلاب، الكابي 400 جرام كنزات اقل من نص كيلو شوية ب 35 جنيه، بايبر بالسمان 400 جرام ب 55 جنيه، وعندنا البايبر ال 500 جرام ب 75 جنيه. ده بالنسبة للكنزات بتاعت الكلاب. في برضو انواع كتيرة جدا مش موجودة ناقصة في الويب سايت، معرفش هل في اي جي بابي بس ولا عامة في كل البات ستورز بتكون ناقصة. بالنسبة للقطط، الكنزات بتاعت القطط او اللي هي الكياس اللي بيبقى فيها زي معجون كده، عندنا البيورينا فريسكس 85 جرام ب 20 جنيه، فليكس 100 جرام ب 25 جنيه، ليوناردو 400 جرام ب 55 جنيه، وبرو بلان ب 35 جنيه، والبليزير 60 جرام ب 50 جنيه. دي كانت اسعار اللي لقيتها على الانترنت ممكن تساعد حد فيكو. الاسعار دي بتاعت النهاردة تقريبا، النهاردة 4/4/2022، ممكن الاسعار دي تزيد، ممكن الاسعار دي تقل، ممكن الاصناف دي اساسا في منها ينقص، ممكن اصناف تانية تيجي. مش شرط ان يبقى في حاجة اغلى من حاجة، معنى كده ان الكواليتي بتاعتها اعلى منها، مش شرط، ممكن بس مش اكيد. انصح اي حد بيجيب اكل الكلاب والقطط ياخد وقته ان هو يلف العبوة ويقرأ المكونات، يشوف الفلوس اللي هو بيدفعها دي تستاهل المكونات اللي جوه ولا لا. بس ده فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.